معروف حد يزغلول اول مره. مساء الانوار، اهلا بيكم في حلقه جديده من ايه معلش نعيد تاني. معروف حد يزغلول تاني مره. اهلا بيكم في حلقه جديده في برنامج يانا يانتي. ايه معلش نعيد تاني. معروف حد يزغلول تاني مره. مساء الانوار، اهلا بيكم في مش عارف نعيد تاني معلش. معروف حد يزغلول رابع مره. اهلا بيكم في مباراه جديده. برنامج نعيد تاني. نعيد تاني معلش. معلول حد يزغلول خامس مره. قدمي انت بقى خلاص انا مش عارف. عشان خمسه كتير عليك. النهارده حلقه جديده من برنامج يا انا انتي مع نانسي المغربي واحمد الدسوق. ازيك يا احمد؟ ازيك يا نانسي؟ خمس مرات على فكره ببصت جدا برقم خمسه بجد. ده رقم احمد مميز. ده بالعكس ده رقم الزمالكاويه كلهم المميز. طب ايه رايك في الجمال اللي حصل يوم خمسه في الزمالك؟ انا اسفه خمسه في الشهر؟ لا قصدك على اللي حصل من الاهلي من سان داونز خمسه بس صفر. طب ثانية واحدة، أنت فاكر الأهلي عمل إيه في سان داونز بعد 5-0 دي؟ يعمل اللي عمله بس لبس الخمسة. لبسهم عمل إيه؟ كسبوا بعد كده في السنة اللي بعدها، وخدنا بطولة أفريقيا من نمن عينيكوا السنة اللي بعدها في نفس البطولة، وكمان كسبنا سان داونز السنة اللي بعدها. استنى أنت رايح فين؟ وكمان الزمالك كانوا مسمينه إيه؟ الحصالة. ليه؟ عشان دخل فيه أكتر أجوان أصلاً. كلمة الحصالة دي أنتوا تطلعوها براحتكم، إحنا عمرنا ما كنا حصالة. وبعدين هرجع تاني أقول لك، الحصالة اللي بياخد 5-0، لكن لما تيجي على فريق كبير زي نادي الزمالك ويبقى مغلوب 5-3 وبحكم مصري، انا اسف بقولك ايه، سيبك بس من الحكام وشغل الشعوذه. والنبي يا ابني هات لي شويه بخور نبخر الاستوديو. ضربتين جزاء في الماتش في اول الماتش. طب ثاني، انت عارف قالك ايه؟ قالك في واحد بينادي على مراته بيقول لها تعالي هنا، قالت له 5 وجايه لك. طلعها ينفع كده؟ الزمالك نمبر 1، بجيبها لك من الاخر. ايه يا هانم اللي انت كاتباهولي على الفيسبوك ده؟ ايه اللي انا كاتباه على الفيسبوك؟ بريئه، ما شفتيش كاتباه ايه على الفيسبوك؟ تقريبا مش فاكره. لا تعالي بصي معايا وريني. مبروك الخساره يا روح قلبي 5-1. قصدك ايه؟ انت ما تعرفش؟ ايه خير؟ لا في كمان لسه كان في صوره تحتيها معمول كده حلو قوي كده، يعني بتحفلي على جوزك. ده عادي جدا، ده طبيعي. جميل. انت مش عاجبك البوست؟ لا عاجبني. المفروض انت يكون عندك روح رياضيه وتيجي تقول لي ايه؟ مبروك الاهلي يا روح قلبي. مبروك الاهلي، ووعدك في الخساره الجايه للاهلي مش هحفل. ما بنخسرش على الفيسبوك. ده انا هعمل عمايل على الفيسبوك. اقول لك على حاجه، انا موافقه لان احنا ما بنخسرش، فكل التحفيل هيبقى عليك انت. انا عايزه اسال، انتوا بتنسوا الخسارات بتاعتكم والخمسات بتاعتكم؟ ده فين الخمسات؟ ايه الكلام ده؟ دي معلومه بتقولوا حاجات تقولوها كتير فبتقعدوا تعيدوا وتزيدوا في نفسك. خليك في الجديد، هات لي الجديد. اجيب لك الجديد من فضلك يا نانسي هانم. ايوه. ما تحفليش تاني على الزمالك. انا حره احفل او ما احفلش، دي المره بحفل باحترام. مستني ماتش الاهلي اللي جاي عشان احفل عليها باحترام قوي برضه. يعني ما تنساش ان انت على فكره مسكني علم الزمالك بالعافيه وخلاني انزله على الفيسبوك عندي يقول مبروك للزمالك، وعملتها بكل روح رياضيه. ده الفرق بيننا وبينكم، ان احنا لما بجد بنكسب بنبقى مبسوطين، وحتى لو حفلنا عليكم عادي يعني فور فان. ولكن انتوا بقى لما احنا بنكسب ما بتتقبلوش الخساره، ما بتقولولناش مبروك. ده الفرق بيننا وبينكم. لا فرق كبير، الاهلي واحد بس. لا 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 الفرق مش كده، لو العكس كنت هقول لك ماشي، لكن الراجل طاعه الرجل من طاعه الرب. لا 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 لا، يبقى لازم تطيعي جوزك. زملكاوي زملكاوي ما تحفليش عليه، ولو اهلاوي ما تحفليش عليه. كده مع جوزك اهلاوي او زملكاوي. طب انا اقول لك على حاجه، بذمتك ده المفروض النادي زي، معلش يا جماعه عايز زملكاوي يزعل مني، بس انا حره، انا اهلاويه، انا اشجعه ازاي؟ ده انا دخلت اعمل كوبايه نسكافيه في المطبخ ما لحقتش اعمل نسكافيه، لسه بحط اللبن على النار، سمعت جون يا خرج، لسه بصب النسكافيه، اوبا الثاني جه، لسه ما خرجتش من المطبخ الثالث جه. والله بتحصل وحصلت معاكم مليون مره عادي. اشجعه ازاي واطيعك ازاي؟ مش عايز تشجعيه. لا لا, لا 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 ما تغلطيش في نادي الزمالك. لا ما اقدرش اغلط في النادي، لكن افرح بخساره النادي بتاعي. انا حره خلاص.
هنحفل، استني التحفيله بتاعتي اللي جايه في الماتش اللي جاي بتاع الاهلي، انتظروني انا بقى احمد الدسوقي في الماتش اللي جاي، والخساره ان شاء الله للنادي الاهلي. طيب خلينا النهارده كنا بنتكلم عن التعصب في الكوره بين الازواج، في فعلا ناس كتير جدا الزوج بيكون زملكاوي في البيت والست بتكون اهلاويه، بيحصل منهم مشاكل كتيره جدا بسبب الاهلي والزمالك، طبعا ده شيء مرفوض، ولكن الهزار في بروح رياضيه اي حد يتقبله عادي، ولا انت ايه رايك؟ انا معاكي 100%، بس انا عايز الناس سواء الاهلي او الزمالك يخفوا تحفيل عشان بيبقى دمه شويه تقيل وبالذات على الخسرانين. طبعا ماليش دعوه بالكلام ده، بس انا بتكلم بروح رياضيه لاني اهلاويه وافتخر، لكن طبعا هو بيتكلم مش بروح رياضيه، هو مصر انه الاهلي ما يحفل جماهير الاهلي ما يحفلوش على جماهير الزمالك، وجماهير الزمالك يحفلوا على جماهير الاهلي. لا ده يحفل عادي جدا، ما يحفل عليا هحفل عليه. ما بيحفلش عليك انت لشخص، على الزمالك بنحفل على الزملكاويه. الزمالك كيان زي النادي الاهلي، ما هو كيان، ما هو الزمالك كيان، انا ما اقدرش انكر، ولكن خسر بس من غير تعصب من غير تحفيل، نقول مبروك لبعض وخلاص. بس كده، هو ده الصح. مبروك لنادي الاهلي 5 مواهب، وان شاء الله عقبال ما نكسبكم المره الجايه 5 و6 و7 ان شاء الله. خلينا ننتظر، لسه العمر طويل وهنشوف. خلينا نشوف. وخلصت النهارده حلقتنا من يانا يانتي، ومعلش انا اسفه مش هقدر امسك نفسي. باي باي يا احمد، 5 مواهب. باي باي يا نانسي وسان داونز، 5 مواهب. لا مفيش الكلام ده، ما فيهاش حاجه تقفل على كده، لان احنا اللي كسبانين اصلا، الكلام ده قديم ومش هنرجع نعيده. خلاص خلصت. باي باي يا احمد، 5 مواهب للاهلي. سلام عليكم.